طالع كني شبه كمال يا عيال حرفيا. السلام عليكم شيخ بانش، تمام لكم الحلقه اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتله في تيك توك حرفيا. انا ما ادري ايش كل مره اقول حرفيا، ما ادري ليش. فلا تنسوا لايك واشتراك وسبسكرايب وجيت تحت صندوق الوصف تبع عليه كام، تابعوني على سناب باد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ولو تكون نبدا المقطع. اي مال لاي شخص ما له اي علاقه ايش موجود هنا؟ وإذا واحد من إخواني أو واحد من قرايبنا قال شيء ببلكه على طول، والله العظيم دقت خلاص. وحدي أقول وبين الناس أقول مرتاح. هذا كله تعبان. والهوى قسمة ونصيب، هذه الدنيا عجيبة. وأنا 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 كان ودي نلتقي بحياتي تشرق. يا الناس ماتت خلاص. مهاب في الانام طويل قامه قديم اكسبلور. عندي انا شين بروح المكسب اكسبلور الثاني كذا، اغلبهم عرب. في شعره طالعه. اسمعي انا لا اعرفك ولا تعرفيني. ها ايش بقطع؟ شوف هذه من القيامه. اوكي هذا الواحد يغير على اخته. هنا في واحده تقول من جد ليش ما يمشوا جنبنا يحبوا يبعدوا. ما ادري بس انه انا امشي جنب خواتي. شلون عم الجميع؟ هذا ايش هذا الولد؟ احنا عندنا ولد كريستيان عمي. عم الجميع، عم في المطعم كله. ايش فيك يا علمك كريستيان عمي في المطعم؟ طب كريستيان عمي. كريستيان عمك، كريستيان عمك وعم الجميع وعم المطعم وعمك كم تخلفة. صغيرة يا عيال ضغطها. شوف شوف هنا كريستيان عمك. والله ضغطها صغيرة. بس هو اخر والله الولد عجبني يعني. اخوه يتكلم بدون مسافه. اخفطني يا اخي. يا عيال انا بنت اختي الصغيره اوكي، من اغلى الاطفال علي بالنسبه لي. اطلق واحدة شوشة. هذه شوشة من أطلق إيفنت اللي شفته. حتى حط صورة خلفية من سنتين ممكن. أم بس ما بحطها في المقطع صراحة. إزاي هتعملي ملوخية بطريقة الست المصرية؟ إزاي؟ أنا أقولك هتجيبي حزمة ملوخية. الحياة تحت الدش والله يجيك شعور كذا تبي تنام. أقسم بالله العظيم، خصوصا متى لما يكون عندك يعني أو وقت كذا تعبان فيه، يعني لما تكون راجع من الدوام، من أي دوام تكون راجع فيه تحت الدش دافي كذا، حب قلبك. الحمد لله. ليش قاعدة كذي؟ صدق؟ إيه. لا يعني مرتاحة عادي. أنا أدري إنك مرتاحة، بس مو زي يقولون أنت بنت ومفروض إن قعدتك مرتبة. والبنت يعني هذه مو جلسة بنت؟ هذه جلسة رجال صراحة، على حد علمي إنها جلسة رجال، ولعن الله متشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، وكل شيء متعارف عليه إنه الرجال متعارف عليه من قديم أو من حاضر إنه الرجال يدخل في الحديث، فاهمين؟ وأي شيء متعارف عليه للبنات يدخل في الحديث. الحين اللي يلبس كعب هذا للبنات، أوكي؟ اللي وش باقي للعيال؟ زنوبة للعيال يعني، كرمكم الله يعني، بس زنوبة للعيال كذا، فاهم؟ عجز يجمع راسي امثال بس زي كذا. سلام. افطر افطر يا بحر. الصقر ما يقدر يطعر السوق. افو ليش؟ على اول يا بحر.
افطر 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 صورة نشامة. صورة فطور. انا يا الحرام اني ما حط يدي. يا بحر ما بكذا ليش؟ افطر يا ابن الحلال. جيت حالك ابوك. يا بحر هذا صور سكور افطر ما عليك. يا عيل والله يا اخي كذا تحسه بطل كذا لو عندك ولد زيه ورب الكعبة جدول. يا خروس احس مقبيه رب الكعبة كذا كذا يا اخي ناس غريبة وش ذا؟ ترى اخر شيء تطلع رقصة ومتعرف عليها في روسيا كلها روسيا واوكرانيا كلهم واحد اصلا. جمانة الميموني يلا يا جمانة روح والله تروح والله لا تروح الان تنادي اللي في بالي اطلعي اللي في بالي اطلع يلا السيارة الحمراء السيارة الحمراء امس فقعت وجهك اطلع يلا امس فقعت وجهك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. طبعا سؤاله في الكابشن يقول ليه تستحي من خويك لانك راح تنزل في المدرسة بس الحمد لله انه انا يعني في مدرسة اختي اخت خويي فاهمين وهم اصلا اخويا وحنا اخويا فخلاص خلاص كل واحد صار يعرف اسم اخت الثاني وخلاص ما في شيء. تحية يا شواخ شوخ والله ليجندري يا ورب الكعبة الجدر اسحب المقطع وسوف لكم ورب الكعبة ليجندري. طبعا هو رقاوي ادري ايش حسيتها مسبة ليجندرية كلهم ما شاء الله. ثلاث ايام قاعد اذاكر مع الدكتور اخر شيء في الاختبار يعطيني دي ليش يعطيني دي المهم واقول لك بعد هالاختبار اللي بعده الدكتور الثاني اعطى ايش فيك طب بس خلني اقول لك السالفة وش فيك تركض وش في شيء وش السالفة ثلاث ايام قاعد اخي كل شيء صار يجنني يا عيال هذا انتشر هو ترند زي ترند كذا انتشر مره بس احس افضل واحد هذا شوف كيف ماشي في شيء شو السالفه طبعا انا امشي بسرعه بس اخويا كلهم يعني يمشون بسرعه عاش ابو حمد يا ابو حمد ابو ناصر متصدر الله عليك جاه شق عضلي انقلوه مستشفى الله واحد سيب هذه ابو ناصر تذكر ام العيال استغفر الله العظيم استغفر صار لي 40 سنه ما ضحك الى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق تمر بنا الايام لك الله يا عيال اللي راح صفها هنا ها بس يا عيال مستحيل تجي اصلا لانه يعني مدرس رياضيات تعب على حاله مره والله واحد من المدرسين يقول والله صعب الجامعه يجيك على مدرس رياضه طبعا مو قلوا قيمتهم بلاك مدرسي رياضه مره جبارين بس يعني هذا تعبان وهذا مو بتعبان لا ما في بس يعني الله يعطيهم العافيه كل المدرسين طبعا قاعد يسمعون اصوات خربشه اخوي تو جاي من بر مين يروح البر اشته رب الكعبه ناس ضايعه فايلة هنا قصات الحلقة لا تسهلك واشتراك وسبت وجزء على صندوق استفن عليه كامل تعفني أسنى بعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة.